الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان نبيا ومجاهدا ومقاتلا وأخا وصديقا، كان أفضل نسيب ونخط خطوط حمراء كثيرة حول كلمة نسيب. معروف النسيب معناه شنو؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لسيدنا علي بن أبي طالب بدرع كان أهداها إلى علي بن أبي طالب. يعني سيدنا علي بن أبي طالب لما جاء يخطب السيدة فاطمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي عندك شنو؟ قال لي ما عندي حاجة. قال لي أين الدرع الحطمية؟ زمان أدى لي وادية هو نفسه. قال لي موجودة. قال لي جيب لنا مهر. وقفوا شوية في الكلام ده ومشوا قدام. فبني هذا البيت على هذه البساطة، ولكن ما نطلبه الآن من اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم كنسيب أن ترعى ذلك البيت. بناتنا اللي بنزوجهم وأولادنا اللي بنزوجهم حق نرعاهم لحد ما نوصلهم مرحلة ونطمئن عليهم. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفقد بيوت بناته بيتا بيتا ويقف على التفاصيل ويعالج من غير جراحات. دخل على السيدة فاطمة ذات مرة ووجدها محمرة الوجه، يعني زعلانة، فسأل من السيد علي، قال لها وين علي؟ قالت لاحانا وخرج. لحانا يعني شاكلنا فخرج. طبعا يا جماعة طلع دي حقهم قف فيها شوية. ليه هو شاكله ومرقه؟ ليه ما مرقت البيت؟ يعني أنا في السودان هنا لو طلقت مرتي طوالي بيقول لا قوم أمشي، قوم أمشي هذي، ولا هي ذاتها بتلقي ضعفشة وتفوت. ده ما من الدين، والناس عارفين. هذه هي الآية الأولى من سورة الطلاق، ولا تخرجوهن ولا يخرجن. فخرج علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل السيدة فاطمة، قال لها فيما تلاحيتم؟ يا السلام على الإجابة، نحن محتاجين شديد للإجابة دي يا جماعة. السيدة فاطمة قالت شنو؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اسأله، ما طلعت أي معلومة. الآن أسرارنا مفضوحة، بيوتنا مكشوفة لكل الناس، مشاكلنا كل الناس بيعرفوها، ما أدته ولا معلومة، وده أبوها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن سيدنا علي، فوجده ينام على التراب في المسجد، فجلس إلى الأرض ومسح التراب من وجه سيدنا علي بن أبي طالب وأيغظه وقال قم يا أبا تراب. فقال علي بن أبي طالب هذه كانت من أحب الكنى إلى نفسي. وطلع لف به في المدينة ونساه الموضوع، وسمعوا أجمل الكلام وجابوا قدام البيت معنوياته مرتفعة والمشكلة جواه ذابت. فدخل سيدنا علي بن أبي طالب إلى السيدة فاطمة وهو بكامل المعنويات، ولكن السيدة فاطمة ليست زعلانة، فاستدارت إليه بظهرها فأخذها من كتفيها وأدارها، فوجدها تستاك بعود من الأرك بتسوك يعني، فأخذ هذا المسواك. ركزوا معي يا جماعة، خدت المسواك ده قدام عينه وقدام عينه، وقال للمسواك وهو يصالحها حظيته يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. انظروا إلى هذا الغزل وهذا الحب وهذا الكلام اللطيف الذي خرج من بيت النبوة، خرج من بيت النبوة. نحن ما بنعرف غير الدراب، نحن ما بنعرف غير نشلد بس، وي زول داري عنتر جوا بيته على أولاده على زوجته، حتحل مشكلتك كيف؟ وبأرق كلمة تستعيد كل المعاني. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هذا البيت. ألم يجلس
ويمنع سيدنا عثمان من حضور بدر حتى يجلس ليمارض السيدة رقية حتى ماتت. نحن الآن محتاجين، أولادنا وشبابنا بيتزوجوا ولكن كمية كبيرة من الطلاق لمشاكل طفيفة تحتاج إلى الحكماء. ولذلك المولى عز وجل عندما اختار هذا اللفظ حكما من أهلها وحكما من أهله، زول يكون حكيم. عشان كده أنت كأب أرعى بيتك وبيت أولادك وخليك مثال يعالج كل القضايا في هذا الإطار وهذا المجتمع الذي يعاني، نحافظ فيه على الأسرار ونربي أولادنا ونفتح لهم الطريق ونرعاهم كما رعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسر وهذه البيوت. صلى الله وسلم عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام وجهك جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.